يا صباح الخير والسعادة على حضراتكم. يوم جديد، حلقة جديدة، 8 الصبح. ابدأ يومك صح. دايما بنبتدي يومنا بالنصائح أو بتصحيح لبعض المعلومات اللي ممكن نكون كنا بنعملها طول حياتنا وهي حاجات غلط، فإحنا بنحاول إلى حد ما نصحح بعض المعلومات وخصوصا المعلومات الخاصة بالتغذية. النهاردة هنقول معلومة ممكن تزعل ناس كتير مننا، خصوصا الناس اللي هم بيطلق عليهم عشاق شرب الشاي واللبن. اتعودنا من واحنا صغيرين واحنا قاعدين على السفره واحنا بنفطر قبل ما نروح المدرسه نلاقي ماما عامله لنا كوبايه شاي بلبن، عشان كان دايما قلنا صغيرين ما يشربوش شاي بس، لا يحطوا عليه لبن. فكنا كلنا اتعودنا ان احنا ناخد كوبايه الشاي باللبن. بعد كده لما بدانا نكبر فبدا الوقت يقل، بدانا نبقى مستعجلين قوي، فبقينا ما فيش طبعا فطار، ما فيش سفره، لكن بقى في كوبايه الشاي باللبن. النهارده بنقول لكم ان الدراسات والابحاث الحديثه قالت ان تناول الشاي واللبن على الريق مش كويس. ليه بقى؟ علشان بيسبب حرقة في المعدة، أو يعني زي ما بيقولوا زيادة في نسبة الحموضة في المعدة، وكمان بيساعد على زيادة نسبة الكوليسترول في الدم. الدراسات كمان قالت إن أفضل معاد لتناول الشاي باللبن حوالي من 8 ل 9 ساعات قبل النوم. يعني بنتكلم إيه؟ الساعة 12، الساعة 2، كله طبعا حسب ساعات نومه، بس اللي هو منتصف اليوم. لكن أنت تبتدي يومك بيه لا. طب إيه نبتدي بيه يومنا؟ تبتدي يومك بكوبايه من الميه السخنه عليها معلقه عسل نحل. ده افضل حاجه ممكن اي حد يبتدي بيه يومه، وخصوصا الاطفال الصغيرين، علشان ده بيعلي الى حد كبير المناعه. واحنا طبعا شايفين اليومين دول يعني محتاجين ان احنا نعلي مناعتنا ومناعه الاطفال بشكل كبير جدا، عشان التغيرات والجو اللي احنا بنعيش فيه، شويه برد وشويه حر وشويه مطر وشويه اللي هو التقلبات الجويه دي، طبعا بتخلي المناعه مش افضل حالا. فعشان كده يا ريت أول حاجة ناخدها الصبح كل يوم كوباية مياه سخنة عليها معلقة من عسل النحل. بعد كده بقى عايز تشرب شاي بلبن، عايز تشرب قهوتك، عايز تعمل كل اللي أنت عايزه تعمله. أعتقد إن إحنا معلومة ما زعلتش الناس قوي، إحنا بس صححنا الميعاد اللي ممكن تشرب فيه كوباية الشاي باللبن المفضلة عند كتير من المصريين بالتأكيد. يلا نبتدي حلقتنا. صباحكم خير وسعادة يا رب. حلقة جديدة 8 الصبح، ابدأ يومك صح. النهارده في 8 الصبح هنتعرف على حالة الطقس والمرور وأسعار السلع والعملات في الفقرة الخدمية. أحدث وأهم الأخبار المحلية والدولية هنتناولها من كل الزوايا. أخبار محافظة مصر فأحسن ناس. المخرج داود عبد السيد فأنا المصري. ونستعرض بعض النصائح لضمان تسوق إلكتروني آمن. وهنقدم أصوات شبابية جديدة في مسرح 8 الصبح. وكل ما يخص عربيتك في 8 الصبح موتورز. مرحبا بحضراتكم مرة تانية. خلينا بقى سريعا نبتدي حلقتنا زي ما احنا متعودين الفقرة الخدمية، وبنبتدي طبعا بالتأكيد بالطقس. نشوف الطقس النهاردة حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية بيقول لنا ايه. بتتوقع اليوم ان الطقس هيكون طقس خريفي معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، السواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد ومائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء. أوضحت كمان هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم هيشهد شبورة مائية صباحا على كل الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، وجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة ووسط سيناء. هيكون كمان في فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية، وسط سيناء وحلايب وشلاتين ومرسى علم. خلينا نشوف سريعا استعراض بدرجات الحرارة العظمى والصغرى على كل محافظات مصر. نبتدي من القاهرة، و6 أكتوبر والعاصمة الإدارية تقريبا دايما بنلاقيهم في نفس المتوسطات، يعني فرق درجة واحدة، 25-17 و25-16 درجة حرارة متوسطة ولطيفة. الإسكندرية 24-16 هي والعالمين الجديدة. السلوم 23-13. نروح بقى سريعا لدمياط وبورسعيد، يعني نفس برضه متوسطات الحرارة مع فرق درجتين 25-17. الإسماعيلية 26-16. السويس 25-16. شرم الشيخ درجات حرارة عظيمة جدا 29-21، تحس ان احنا في الربيع، الجو بديع بجد يعني. العريش 24-17. طابة 25-15.
سانت كاترين لسه زي امبارح بتحتفظ بدرجة الحرارة الصغرى 8 العظمى 20، يعني 8 بالتأكيد، ما يعني بنأكد ان ده يبقى برد. اي حد متواجد هناك لازم طبعا يلبس بالليل حاجة ثقيلة، لان طبعا درجة حرارة 8 ولسه كمان في الشتاء بتبقى اقل من كده بكتير، تصل الى بعض الاحيان لواحد واثنين ويمكن الصفر. الغردقة 28 20، نرجع لدرجات الحرارة المتوسطة الجميلة. نروح لقطاع الصعيد بقى ومحافظات الصعيد، نبدأ ببني سويف 26 14، أسيوط 27 13، الأقصر 31 18، هي وأسوان 32 19، درجات حرارة عظيمة جدا. وإحنا طبعا بنقول الحمد لله إن إحنا في الموسم السياحي اللي هو كل الناس بتيجي علشان يتمتعوا بدرجات الحرارة عندنا الدافئة والمشمسة في الشتاء، فشايفين طبعا درجات الحرارة في الأقصر وأسوان ممتازة الحقيقة. شلاتين 29 23، أخيرا الوادي الجديد 31 19، يعني درجة الحرارة كلها في المتوسطات الطبيعية في الوقت ده من السنة، يعني بنتكلم في جو خريفي. الصبح بالتأكيد بيبقى إلى حد ما، مش هقول حر لكن مش هيبقى برد، يعني بيبقى في الدنيا مشمسة، لكن بالليل لازم ناخد بالنا وإن احنا نتقل شوية، لأن درجات الحرارة بالليل بتبقى فيها لسعة برودة أو يعني إلى حد ما تميل للبرد. اطمننا على درجات الحرارة، نطمن النهاردة على المرور زي ما احنا متعودين من خلال تطبيق جوجل ماب وبالتحديد من طريق صلاح سالم. نمشي في صلاح سالم كده سريعا، زي ما احنا شايفين لغاية دلوقتي الخريطة بتوضح اللون الأخضر هو اللي غالب، فدي حاجة عظيمة جدا. بدأنا نشوف ازدحامات اهو، في ازدحام منطقة كبيرة الحقيقة لسه ممتدة في صلاح سالم في الاتجاه مصر الجديدة الوسط البلد أو المتجه لكوبري أكتوبر، في منطقة شفناها نفق الطيران، الأحوال فيه لطيفة جدا جدا، ولسه مستمرين مع صلاح سالم وصولا إلى مطلع كوبري أكتوبر. أسفل مطلع كوبري أكتوبر دايما بنشهد هذه الكثافات، طبعا نحن متعودين عليها في منطقة امتداد رمسيس. نطلع كوبري أكتوبر في الاتجاهين لغاية دلوقتي عظيم جدا الحمد لله، بس بدأنا طبعا نشهد الزحامات أو الازدحامات اللي احنا متعودين عليها، وخصوصا في الاتجاه مصر الجديدة لوسط البلد دلوقتي في الاتجاهين. أسفل أكتوبر لغاية دلوقتي شايفين عظيم جدا، طبعا منطقة وسط البلد لازم بنشهد في هذا الوقت الازدحامات والكثافات المرورية العالية اللي هي منطقة رمسيس غمرة، وصولا بقى إلى كورنيش ماسبيرو برضو بيشهد الازدحام، اللون الأحمر هو اللي غالب لغاية مطلع 15 مايو. مرورا بقى هنمشي مع مايو، برضو النهاردة في ازدحام بدري جدا، وشايفين منطقة التحويلات المرورية برضو بتشهد الكثافات المرورية العالية. بعد هذه المنطقة بيبتدي الأحوال على الكوبري تبقى أفضل كتير في الاتجاهين لغاية طبعا ما بنوصل داخلين بقى على 26 يوليو، والمنطقة اللي احنا بنشهد فيها كثافات يومية شايفين اللون الأحمر بقى هو اللي بقى غالب على الخريطة اللي هو أعلى الدائري ومحور 26 يوليو، فطبعا الكثافات في هذا الوقت دايما بتكون عالية. طبعا بنوصي حضراتكم اللي نازل من الشرق الغربي بالتأكيد العديد من المحاور المرورية، لو حد لازم بقى ياخد هذا الطريق لازم ان احنا ننزل بدري شوية لان ده طبعا وقت الذروة الصباحية. ربنا يوصل حضراتكم بالسلامة. بنذكر حضراتكم مرة تانية برقم إغاثة الطرق 0122 111 4 0. نروح بقى سريعا نطمن على أسعار الخضروات والفاكهة، أسعار الذهب، أسعار الصرف والعملات الأجنبية ومواقيت الصلاة.
الحقيقة مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت بشكل عام زي ما بنقول وبنأكد دايما لها ما لها وعليها ما عليها. بمعنى إيه؟ بمعنى أن للأسف زي ما هي لها فوائد كتير جدا، لكن في بعض الناس بتستغلها استغلال أسوأ ما يكون. بنشوف بعض الابلكيشن او الحاجات سواء مكان مواقع المعينه بتطلق كل شويه نلاقي تحدي من التحديات، مش عايزه اقول ان هي ملهاش اي نوع من اللازمه غير انها بتعرض حياه اللي بيعملها وحياه اللي حواليه للخطر. اخر التحديات ده كان ويمكن عرضنا مع حضراتكم الاول التحدي نفتكر بتاع كتم الانفاس واللي كان بيحصل فيه، لكن دلوقتي اللي طالع بقى جديد او الموضه الجديده زي ما بيقولوا التوستر ستيك. عارفين التوستر اللي احنا بنحط فيه التوست عشان يتسخن؟ ده لطيف جدا، ده معمول علشان يتحط فيه التوست، صح؟ يعني مش اختراع. والستيك معمول علشان يتحط على شواية، يتحط في حاجة، لكن ازاي؟ لا، لازم نعمل حاجة جديدة ولازم نعمل حاجة خطيرة، لازم نعمل حاجة ممكن تعرض البيت وتعرض اللي بيعمله للخطر، سواء ان هو لو ربنا سترها معاه وما حصلش حريقة او ان هو كلو اللي بيحصله. ففي طبعا العديد من المخاطر، ومش وبدأ حضراتكم الحقيقة ان انتوا توصوا او تاخدوا بالكم من اطفالكم، لان للاسف التحديات دي بتنتشر بشكل كبير جدا خاصه في اوساط المراهقين والاطفال. خلينا نتعرف على المخاطر اللي ممكن تحصل من هذه التحديات، وخاصه التحدي اللي احنا بنتكلم عليه ده بتاع التوستر ستيك، ونشوف لو الواحد تناول هذا الموضوع، لو ربنا ستر وما حصلش حريقه وتناول كمان الستيك ده اللي طالع من التوستر، ايه اللي ممكن يحصل؟ معنا على التليفون الدكتور كريم جمال، عضو الجمعيه المصريه للتغذيه. صباح الخير يا دكتور، اهلا بحضرتك. صباح الخير على حضرتك وعلى كل المتابعين. اهلا بحضرتك، واحنا طبعا موضوع ان هو هذا التحدي وان هو ممكن يحصل منه نوع من انواع الحرائق، ويمكن طلع في انجلترا كان في تحذير كبير جدا من كل الاهالي ان هم ياخدوا بالهم من الموضوع ده، يعني بعيدا بقى عن الحرائق اللي هو ممكن يتسبب فيها، لكن كمان نخلينا نتكلم من الموضوع على الناحية الصحية، التسوية، ان الواحد ممكن يأكل لحم يعني يدوبك لان ده بيقعد لدقائق قليلة جدا جدا على، مش هقول بقى على النار، في السخونة يعني. فايه مخاطر ان ممكن حد يتناول اللحوم وهي تكون لسه يعني الى حد ما نيئة؟ اتفضل يا دكتور. طبعا خطر جدا والتحدي خطر جدا في مجمله زي ما حضرتك اوضحتي، لكن بالنسبه للتناول الاكل بقى او اللحم اللي طالع من التوستر ده، هو بالظبط هو بيستوي بس من بره او حتى بيتسخن من بره. هي التوستر ده عباره عن سخانات كهربائيه تبدا ان هي تسخن التوست او تحمصه، عشان خاطر التوست كده كده حاجه رفيعه وخفيفه ومستويه اصلا، قطعه من اللحم ومستويه اصلا طبعا. ولما بنحط قطعه من اللحم التوستر هو بيحصل حاجتين، اولا السطح بتاع اللحم بيتحرق من سخانات الكهرباء، والداخل بتاع اللحم بيفضل ني. طبعا ده خطر جدا على اكثر من طريق، اولا التسمم الغذائي. اللحم لما بيكون ني بيكون عرضه ان يكون فيه بعض انواع البكتيريا زي السالمونيلا وزي النستيريا وزي الايكولاي، دي كلها بكتيريا بتسبب التسمم الغذائي. طبعا ممكن يؤدي بما يتناولها لحاله شديده جدا من التسمم، ممكن توصل لانه يروح المستشفى، يكون اكثر خطرا على الاطفال والمراهقين، على الحوامل وعلى كبار السن. طب في ناس ممكن بيتفرجوا عليا بيقول ان احنا الطبيعي بتاعنا احنا بناكل اصلا مثلا الستيك لما نروح اي مكان او حتى بنعمله في البيت بنعمله رير، هو ده مش بيبقى ده زي ده؟ طبعا حتى ان احنا ناكل ستيك رير او ناخده بتسويه خفيفه جدا اللي هو يعني بنسميه كده ايه بدمه زي ما بنسميه، طبعا ده خطر جدا لان ده بيزود فرص البكتيريا والفطريات وبعض حتى بيض الدود لو في بويضات من الديدان موجوده فيه، كل ده المفروض بيقتل بالحراره. فلو ما عرضتش اللحوم عموما لفتره كافيه من الحراره، هتبدا ان بعض من البكتيريا او الفطريات دي تكون متواجده وحيه، فتنشط في الجهاز الهضمي للانسان وتبدا ان هي تسبب امراض احنا في غنى عنها. طب ده بينطبق على اللحوم فقط ولا على كل الحاجات؟ يعني في ناس مثلا اللي هم بيروحوا خصوصا بيعملوا رياضه بيروحوا الجيم بيهتموا بشكل كبير ان هم يشربوا، ليهم بيجيبوا كده كوبايه لبن يكسروا فيها بيض اربعه خمسه ويروحوا ضاربينها وشاربينها من غير ما يتحط على نار من غير على اي حاجه، هو ده بينطبق عليه نفس الكلام؟ ده المشروب الشهير، وحتى لو ريحته مش حلوه بيسدوا مناخيرهم عشان خاطر يشربوه. لكن خلينا نقول ان كل المنتجات الحيوانيه لازم تستوي وتبقى ويل دان، حتى تبقى ويل دان يعني لازم للاخر. طبعا
عشان خاطر اتجنب كل الاخطار اللي ممكن تكون موجوده فيها. في حاجه ثانيه، مشروب البيض والحليب بالنسبه للرياضيين، هم فاكرين لما بيشربوه البيض ني بيستفيدوا اكتر بيه، وده مش حقيقي، لان البروتين الموجود في البيض لما بيبدا ان هو يتعرض للحراره لفتره كافيه، فتره سلق البيضه مثلا، ده بيدي فرصه اكبر للجسم انه يمتص كميه اكبر من البروتين اللي موجود في البيضه دي. ده غير ان في بروتين معين اسمه الافيدين، البروتين الافيدين ده بيمنع امتصاص بعض الفيتامينات الاساسيه الموجوده في البيضه زي مثلا البيوتين، فلما بيتعرض لحراره بيتكسر بشكل ما، فبيسمح للجسم انه يستفيد كمان من الفيتامينات والفائده الغذائيه الموجوده في البيض. فلو في رياضي عايز يستفيد فعلا، لا، ياكل البيض مستوي عشان ياخد الفائده الاكبر منه ويتجنب الامر. عايز ياكل بيض كله مسلوق، مش لازم تشربه على الريق كده يعني. كل الشكر طبعا دكتور كريم جمال، عضو الجمعيه المصريه للتغذيه. وكده بتكون خلصت اولى فقراتنا، الفقره الخدميه. بعد الفصل هيكون لنا وقفه مع اخبار كتير جدا، هنتكلم على بطاقات التموين، هنتكلم مره ثانيه على الفيروس المخنوي، ازاي ان احنا نعلي مناعتنا وازاي ان احنا نمنع هذا الفيروس من الوصول لاطفالنا، لكن بعد فاصل قصير. برحب بحضراتكم مرة تانية. نبتدي سريعا بقى فقرتنا الخبرية، وبنبتدي طبعا بالموضوع اللي هو بيشغل كل أمهات مصر دلوقتي، كل البيوت المصرية عندهم حالة من التخوف في موضوع الفيروس المخلوي. الحقيقة وزارة الصحة يعني يمكن كان في بيان وقلنا لحضراتكم عليه، والعديد من النصائح بتخرج عنها علشان الأمهات ياخدوا بالهم إزاي يحافظوا على أولادهم من هذا الفيروس. ومش عايزة أقول ما فيش فايدة، بس بنحاول دائما بنوصل لحضراتكم حب طبعا الأطفال، إن أنت تحبي ابنك وتديله حنان وجرعة الحنان، كل ده حاجات جميلة جدا، مش هنقولك لأ، لكن وزارة الصحة يعني بتدعو وبترجو الأمهات بلاش تقبيل الأطفال طول النهار والليل. مش لازم أمسك الولد خلاص، مش هو ده اللي هيوضح إن أنا بحبه يعني، خصوصا في أوقات أنت علشان بتحافظي عليه، مش لازم إن أنا يعني التلاصق الشديد الزائد عن اللزوم، هو يعني لحدفه مش عارفة مين زي ما كانوا بيتعمل فينا زمان، لمسكه طول النهار والليل أبوس فيه مع مش مطلوب بالتأكيد. فالأمهات ياريت إن احنا نحافظ إن يبقى فيه مساحة إلى حد ما، بلاش بقى الأحضان والقبولات للأطفال بشكل مستمر، غسيل الأيدي كمان باستمرار، الاهتمام بتطهير الأسطح كلها علشان الوقاية من الإصابة بعدوى الفيروس المخلوي. وزارة الصحة كمان عملت منشور وطلبت فيه المواطنين وخاصة الأمهات إلى اتباع الإجراءات الخاصة بالوقاية والإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة العدوى اللي احنا لسه كنا بنتكلم مع حضراتكم عنها. والدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة قال إن الفيروس المخلوي بيشبه لحد بعيد جدا دور البرد العادي، يعني هو دايما الأعراض بتاعته خفيفة لمتوسطة. الفيروس ده موجود من أكتر من 60 سنة. هتقولي ليه اشمعنا طلع دلوقتي؟ طلع دلوقتي طبعا مع موضوع بقى الكورونا، ومش موضوع كورونا وإن احنا بنسلط الضوء، لكن لما نيجي نقارن بينه وبين مثلا الانفلونزا، الانفلونزا أشد بشكل كبير وأخطر بشكل كبير جدا، بس لازم نلحقه. وكمان يمكن كان في بيان الوزارة من كام يوم، وزير الصحة قال إن المشكلة في هذا الفيروس الانتشار السريع، يعني طفل واحد ممكن ينقله لفصل كامل. عشان كده كل الأمهات لو عندك طفلك في ارتفاع في درجات الحرارة، عنده رشح، تعبان شوية، ياريت إن احنا ما ندهوش المدرسة. في ناس كمان بتربط ما بين أو يعني الدكتور قال إنه لا توجد أي أبحاث دلوقتي علمية بتفيد الربط ما بين لقاح الكورونا وظهور الفيروس المخلوي التنفسي، وشدد على أهمية الوعي الأسري في التعامل مع الأمراض الفيروسية كلها، خاصة للفئات الأكثر عرضة للإصابة. احنا بنتكلم في هذا الفيروس الأطفال، والأطفال الرضع والكبار في السن، وطبعا الشباب بيجي لهم، بس هم دول اللي بيبقى عليهم خطر. وكمان الحفاظ على الإجراءات الاحترازية، وحذر من استخدام المضادات الحيوية وما يسمى بحقنة البرد القاتلة. أرجوكوا بلاش الحقنة دي، احنا شفنا وسمعنا مؤخرا على العديد من الحوادث والأطفال الصغيرين اللي بيروحوا علشان هذه الحقنة، في ناس كتير مش أطفال صغيرين بس، لكن أرجوكوا بلاش هذا الموضوع. وإحنا عرضنا لحضراتكم بالتفصيل على خطورة هذه الحقنة على الصحة بشكل عام، اللي بيلجأ ليها للأسف بعض المواطنين إن هم بيستسهل الموضوع، عنده ارتفاع درجات الحرارة، عنده شغل بكرة وعايز ينزل يروح ياخد الحقنة دي، يقولك في كم ساعة تبقى زي الفل، وتبقى للأسف هي دي نهاية حياته. وزارة الصحة كمان أكدت إن تقريبا لا يوجد
طفل أقل من عامين إلا وأصيب فيروس المخلوي، وقالت إن ده شيء لا يدعو للقلق. يعني الموضوع هيعدي والموضوع مش صعب، بس لازم نلتزم كل حاجة دلوقتي، لازم نلتزم الحقيقة بالإجراءات الاحترازية، سواء كان للكورونا سواء كان للإنفلونزا سواء كان لهذا الفيروس. أعتقد إن بقى موضوع إن احنا نغسل إيدينا باستمرار، التباعد الاجتماعي، بلاش البوس والأحضان، ياريت لو أي حد يلتزم بالكمامات ده يبقى حاجة عظيمة جدا. نروح لملف تاني، ملف مهم ودايما بيكون حاضر معانا، الشائعات. الشائعات الحقيقة بتطال كل الملفات الهامة، كل الملفات اللي بتهم كل بيت مصري. التعليم له نصيب كبير جدا من الشائعات، وبالتأكيد التموين. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء زي ما بنقول لحضراتكم بنأكد دايما بيخرج أول بأول عشان يكشف عن هذه الشائعات ويقول إيه الحقيقة، وبيعمل مجهود كبير في هذا الملف. الحقيقة الشائعة اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة كانت بتقول أو كانت بشأن عدم واعتزام الحكومة تقليص الدعم التمويني، وده طبعا تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية. كل واحد يشوف الشائعة دي أو الخبر ده يروح عمله شير على الإنترنت ووسائل التواصل المختلفة. المركز تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، واللي نفت الشائعة دي أو الأنباء دي بشكل قاطع، أكدت أنه لا صحة لاعتزام الحكومة تقليص الدعم التمويني، وده تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية. وقالت كمان أو شددت وزارة التموين على انتظام صرف المقررات التموينية لأصحاب بطاقات الدعم التمويني بشكل كامل، وبما يعادل القيمة المخصصة ليهم من الدعم، والبالغ قيمتها 50 جنيه شهريا لكل فرد مقيد في البطاقة التموينية دي دون أي اقتطاع أو انتقاص. كمان الاستمرار في تقديم حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية اللي أمر بها طبعا السيد الرئيس، واللي بتتراوح ما بين 100 جنيه ل 300 جنيه، وده طبعا حسب أعداد الأفراد المقيدين بالبطاقة التموينية، والمستفيد بها حوالي 10.5 مليون أسرة مقيدة على البطاقات التموينية. استمرار الصرف لغاية إيه؟ لغاية 30 يونيو المقبل إن شاء الله، مع منح المستفيد الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من السلع التموينية، واللي بيتم صرفها على البطاقات دون أي إجبار على شراء سلعة بعينها أو سلعة معينة. كمان الوزارة أو وزارة التموين نشدت كل المواطنين وكل المستفيدين من البطاقات التموينية بالتقدم بشكاوى حال عدم التزام منفذ أو أي منافذ من الخاصة بصرف السلع التموينية بصرف القيمة المخصصة للفرد على بطاقات الدعم التمويني بشكل كامل، أو حال طرح السلع بأسعار مختلفة. فخلينا دايما حاجتين حوصيكم بيهم سريعا. رقم واحد، ما نساعدش في انتشار الإشاعات، لازم زي ما قلنا نرجع للمصدر الرئيسي، نشوف واحنا دورنا كإعلام ان احنا بنوصل لحضراتكم ونصحح برضو هذه الشائعات، ده رقم واحد. رقم اتنين، تخليك ايجابي. يعني دلوقتي وزارة التموين بتقولك اي منفذ تمويني يمتنع ان هو يصرف لك اي نوع من السلعة او يجبرك على ان انت تاخد سلع بعينها او ان انت تلاقي اسعار السلعة مختلفة، لازم تبقى ايجابي وتبلغ عنه، ما تسكتش عن حقك، علشان كده هنقضي على الفساد بأي شكل ما، أو أي حد يعني أو زي ما بيقول كده اللي هم عندهم ضعف في النفوس اللي للأسف بيستغلوا الأزمات علشان يحققوا بعض الأرباح. نروح بقى سريعا احنا لسه كنا بنتكلم عن الناس اللي مش كويسين بتوع الشائعات واللي بيعملوا حاجات مش حلوة، نروح بقى للحاجات الحلوة والأخلاق الجميلة وفاعلي الخير اللي احنا دايما بنحاول نسلط عليهم الضوء. النهاردة معانا نموذج رائع، وهو شاب سائق من مدينة دمنهور في محافظة البحيرة. عمل إيه بقى؟ عمل مشروع كده مع نفسه وبينه وبين ربنا، يعني عمل استثمار. بيعمل إيه؟ بيوصل مرضى السرطان والغسيل الكلوي والأورام مجاناً لكل المستشفيات اللي هم رايحين أو المشوار اللي هم رايحين فيه. بالتأكيد يعني اللي يفكر كده ويقول شاب وفي مقتبل العمر طبعا هيبقى محتاج لكل قرش وبيقول انا هحط القرش، هو بيعمل استثمار مع ربنا، اكيد كل ده هيلف وهيرجع له احسن بكتير الحسنه بعشره امثالها. خلينا نرحب بيه على التليفون، احمد علي اغراب، اهلا بيك وصباح الخير. احمد، صباح الخير يا احمد واهلا بيك. وعليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أستاذ ما الله يخليك، أهلا بيك يا أحمد، وأنا بحييك طبعا على المبادرة دي، بس عايز أعرف إيه سر انطلاقها؟ هل أنت اتفرجت مثلا في أحد البرامج على شاب زيك كان عامل المشروع ده شجعك، ولا كانت الفكرة منين؟ والله أستاذة هو ما مش حد شجعني، أنا جاء موقف بس معايا كده. أنا لقيت واحد مريض، أنا معايا عربية ملاكي لادة كده شغال بيها الطلبات، يعني بيرن عليا أصحاب ورش أصحاب عيبة وأروح أدي لهم مصالحهم وأجي كده.
فانا ما لقيت واحد قاعد على الشارع، كنا في حر، كنا في رمضان او في رمضان، في رمضان ده ربنا بعته لك يعني في رمضان يعني. فلقيت لقيت واحد في الحرية كده قاعد على الرصيف في نص الطريق، فبساله بقول له حد انت قاعد كده ليه؟ قال له والله حد ياخدني في طريقه كده مروح يا ابني وبتاع. قلت له تعالى يا حاج اوصلك. انت ساكن فين يا حاج؟ ساكن في قريه كده فرح مننا. قلت له مالك يا حاج والحكايه وكده؟ حكى لي بقى، قال لي انا بغسل كده 3 مرات في الاسبوع والمصاريف والحكايه والروايه. لقيته يعني هو عيشته تعبانه يعني، وراجل مريض بيغسل 3 ايام في الاسبوع. قلت له خلاص يا حاج انا ايه، هوصلك الثلاث ايام، نمرتي معاك اياك ورن عليا اخدك من البيت، اوديك مركز الغسيل وتخلص وارجعك ثاني. تعالي وكده وبتاع. فانا اثرني اتاثرت بالحاله يعني، رحت جاي كاتب على عربيتي التوصيل مجانا لمرضى الاورام والغسيل الكلوي، عربيه تكرمني في اي وقت. ورحت كاتب نمره تليفوني، لقيت لا بقى تليفونات يعني جايه عليا كده للمرضى دي والحمد لله يعني. طب يا احمد انت بتشتغل يعني ده مخصص ليوم او ساعات معينه، ولا ده مفتوح على طول؟ وازاي بتوفق بينه وبين الشغل اللي انت بتعمله علشان تاكيد دخلك؟ والله يا استاذه هو ثم بيغسلوا بميعاد وبلهم ميعاد معين كده ايه يروحوا فيه ولهم ميعاد يطلعوا فيه. فانا بفضل نفسي في الميعاد ده يعني. انت اللي بتعمل جدولك عليهم يا استاذة؟ انت اللي بتعمل الجدول بتاعك او بتعمل ما هو على حسب المريض بقى. وما في اربع مراكز كده عندنا بيغسلوا اللي في ضمانهم، اربع مراكز حكوميه بيغسلوا. فانا بوفق بقى بين ده وبين ده وبين ده وباخدهم يعني. في اليوم معايا حالتين ثلاثه كل يوم. انت متجوز يا احمد ولا لا؟ يا استاذة انت متجوز؟ متجوز. وعندك اطفال؟ والله لسه ربنا ما رزقني بقى. ربنا هيرزقك ان شاء الله وهيبارك لك كل البركه. بس اخر حاجه، نفسك في ايه يا احمد، او نقدر نخدمك في ايه يعني؟ وعايز اسالك كمان يعني، مراتك بتشجعك على ده؟ مش بتقول لك احنا اولى والبيت واحنا هنجيب عيل؟ لا والله دي بنت حلال، والله ده هي اللي مشجعاني على كده يعني. يبقى انت احسنت الاختيار بالتاكيد. ده هي بنت حلال الصراحه والله، ربنا رزقني بيها يعني. طب ونفسك في ايه يا احمد، ربنا ان شاء الله يكرمك بيه قريبا؟ والله يا استاذ احنا نفسي مش بقى ربنا يكرزوني بحته عيل كده، ونفسي 2 3 ولا 4 يعملوا نفس المبادره بتاعتي دي، عشان هم المرضى بتبقى كتير اصلا بيرنوا عليا وانا ما بلحقش اوفق بينهم، يبقى كلهم في نفس الميعاد واحد، وده من مكان، ده من قريه وده من قريه، ما بلحقش. والعربيه على قدها يعني، ما بتقدرش اروح هنا واجي هنا فبتاخر. ربنا يكرمك يا احمد، وكل الشكر، كل الشكر احمد علي غراب. والتاكيد ان شاء الله ان شرف لينا كلنا الحقيقه على وجودك معانا، وان شاء الله نلاقي نماذج كتير لاحمد. وحاجه يمكن لفتت نظري سريعا، واكيد برضو حضراتكم ممكن تكونوا خدتوا بالكم منها، السياره بسيطه جدا جدا جدا، رغم كده ما فكرش ان هو لا انا اولى بكل إيش عشان احسن واجيب واحده مش عارفه شكلها ايه ولا اعمل ايه. ده رقم واحد. رقم اتنين، حتى لما سألته نفسك في ايه، بصوا الرضا وبصوا الجمال، وان هو نفسه ان الناس تعمل زيه. قالش انا عايز كذا وعايز كذا وعايز كذا وعايز اعمل وعايز اسوي، لا هو نفسه ان الناس تعمل زيه، ان هو يبقى نموذج للخير. ربنا يكرمك يا احمد من واسع ان شاء الله، واللي انت بتعمله بالتأكيد مش هيضيع. نروح برضو لحاجة مشرفة وجميلة وإيجابية جدا على الصبح، ويمكن كلنا بنفخر والعالم كله وقف احتراما لمصر بعد نجاح التنظيم الرائع والمبهر لقمة المناخ اللي استقبلتها مدينة شرم الشيخ COP27. الشهادة دي شهادة العالم بالتأكيد، وإن احنا نقول إن مصر عملت هذه القمة يعني وكانت مشرفة لحد كبير، ده مش كلامنا، ده كلام كمان الأمم المتحدة اللي هي مختصة بقى بهذا الموضوع، الموضوع بتاعها، اللي كرمت عدد من الضباط متمثلين أو ممثلين عن قطاعات من وزارة الداخلية المختلفة اللي شاركوا في تأمين مؤتمر المناخ، لتقديرا للدور المتميز لوزارة الداخلية. كمان تم منحهم شهادات تقدير، الشهادات دي تم منحها ل 211 ضابط من المشاركين في التأمين الداخلي لقاعات المؤتمرات. الحقيقة احنا كمان بنوجه كل الشكر لكل رجال الداخلية، سواء اللي بيعملوه بقى وبيرفعوا راسنا، والتأمين العظيم اللي كان في هذا المؤتمر، او كمان الامن اللي احنا عايشين فيه في كل شوارع مصر، كل التحية ليهم وعلى دماغنا من فوق. وطبعا هذا التكريم شهادة، وبنقول احنا مش احنا اللي بنقول بقى، لا ده الامم المتحدة هي اللي بتقول، لان كان في مجهودات عظيمة جدا قامت بها الوزارة وبرجال الداخلية. خلينا نشوف التقرير سريعا ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي الفقرات. 8 الصبح.
على مدار أكثر من أسبوعين كانت مدينة السلام شرم الشيخ محط أنظار العالم لاستضافتها قمة المناخ وتقديرا للدور المتميز لوزارة الداخلية في تأمين فعاليات المؤتمر قامت الأمم المتحدة بتكريم عدد من الضباط ممثلي قطاعات الوزارة المختلفة الذين شاركوا في تأمين فعاليات المؤتمر كما تم منح شهادات تقدير ل211 ضابطا من المشاركين في التأمين الداخلي لقاعة المؤتمرات وقد أشاد مسؤول الأمم المتحدة بقدرة واحترافية الأجهزة الأمنية على تأمين فعاليات المؤتمر والمظهر الانضباطي والحضاري الذي ظهرت عليه قوات التأمين وبخاصة عناصر الشرطة النسائية وبتيسير إجراءات دخول أكثر من 19,000 مشارك يومياً لقاعة المؤتمرات بالتنسيق مع أمن الأمم المتحدة وعدم حدوث سمة مشكلات أو تداعيات خلال عمليات فحص ودخول المشاركين في ضوء الأعداد الكبيرة للمشاركين بالمؤتمر والتي تجاوزت 69,000 مشارك وهو رقم غير مسبوق لم تشهده مؤتمرات المناخ السابقة والذين شعروا بالأمان طوال فترة تواجدهم سواء داخل أو خارج المركز الدولي للمؤتمرات كما أشاد مسؤول الأمم المتحدة بنجاح الأجهزة الأمنية في التعامل الفوري مع كافة بلاغات فقد المتعلقات الشخصية للمشاركين الأمر الذي قوبل باستحسان كبير من قبل المبلغين وثمن مسؤول الأمم المتحدة غالياً جهود الأجهزة الأمنية في تأمين الفعاليات التظاهرية ضد الممارسات البيئية التي تضر بالأرض في الأماكن المخصصة لها والتي اتسمت بالاحترافية الكبيرة والمظهر الحضاري في التعامل معها كما أشادوا بانتشار الخدمات الأمنية بكافة أرجاء المدينة من موفر الأمن والأمان للزائرين مع وجود الارتكازات الأمنية ذات الشكل الحضاري المميز والذي يتناغم مع الصورة الحضارية للمدينة والاعتماد على التقنيات الحديثة في عمليات التأمين تقدير وتكريم الأمم المتحدة للأجهزة الأمنية يؤكد نجاحها في توفير الحماية والتأمين لكافة المشاركين من رؤساء الدول والوفود والشخصيات الهامة خلال فترة تواجدهم بالمؤتمر سواء في مقرات إقامتهم أو تحركاتهم وكذا المناطق والمزارات السياحية حتى مغادرتهم المدينة مرة تانية الحقيقة مع فقرة جديدة وأعتقد أن هي فقرة مهمة لينا كلنا بقى سواء سيدات سواء شباب سواء رجال كل الأعمار التكنولوجيا دخلت في كل تفاصيل حياتنا الفقرة دي هنتكلم فيها كل يوم أربع هتبقى ثابتة في الميعاد ده هنتكلم أو هنقدم لحضراتكم نصائح تكنولوجية ليه؟ لأن التكنولوجيا بقينا نتعرض لعمليات نصب عمليات استغلال حاجات كتير جدا هو حد يعمل هاك للأكاونت بتاعتك المختلفة اللي على الوسائل كل الحاجات دي هنتناولها مع حضراتكم بقى في كل يوم أربع إن شاء الله من خلال هذه الفقرة لكن بما أننا بقى في بلاك فرايداي اللي هو كل يوم في شهر نوفمبر ده العظيم اللي كل شوية الناس كلها يعني في سباق على المواقع المختلفة ان انت تدخل تشتري الكترونيا وفي دلوقتي ناس كتير جدا بقت بتستسهل لسه حلف على محلات ادخل واشوف المنتج اللي عجبني وبتك على التليفون بخلص الموضوع بس كتير منا وانا اولكم عشان بعترف
اني بتعرض لعمليات نصب بطرق عديده. هنتعرف عليها وهنتعرف ازاي نخلي اللي قدامنا ما يضحكش علينا، وازاي ان احنا نضمن ان العمليات اللي احنا بنعملها دي تبقى عمليات ناجحه، ما ندخلش على موقع وهمي، ما يضحكش علينا وفلوسنا تروح وهكذا. ضيفنا الكريم اللي بيشرفنا في الاستوديو المهندس احمد طارق خبير امن المعلومات. صباح الخير يا باشمهندس، اهلا بحضرتك. صباح النور، اهلا بحضراتكم، صباح الخير على الشاهدين الكرام. انت جاي لي النهارده وجاي لكل ست الحقيقه بتعمل التسوق الالكتروني. اول حاجه بندخل علشان في حاجه معينه عجباني، اكتب اسم الحاجه اللي انا بعمل عليها سيرش، يطلع لي 4-5-10 مواقع، ببقى مش عارفه مين الموقع اللي المفروض اتعامل معاه. صحيح. ازاي اعرف ان ده الموقع الاصلي بتاع المنتج اللي انا عايزه اتعامل عليه، خصوصا ان احنا في شهر عالمي، شهر كبير، شهر نوفمبر، ان الناس كلها دلوقتي بتستنى الشهر ده في السنه. شهر نوفمبر ده مشهور بالبلاك فرايداي. طيب احنا زي ما حضرتك قلتي كده في بدايه الفقره، ان احنا عندنا منتج معين بنبحث بنلاقي مواقع كتير قوي. حقيقة. احنا اول حاجه خلينا نحطها خطوات كده للمشاهدين عشان نسهل عليهم. أيوة. الطريقه الصحيحه للشراء الالكتروني. اول حاجه زي بالظبط دخولك للانترنت زي نزولك للشارع بالظبط، بمعنى ان حضرتك لو في حواليا بالظبط كده صح، لازم تكوني مفتحه كويس قوي. لو في عرض موجود في الشارع تنزلي تصحي بدري. بنفس الحاجه برضو في الشراء الالكتروني، هتصحي بدري وتحددي المنتجات اللي انت عايزاها. اصحى بدري حتى لو هعمل شراء الكتروني طبعا، لان الحاجات بتخلص، لانه في ناس كتير قوي بتتهم المواقع الكبيره اللي في بلدنا وتقول ان المواقع دي وهميه وبنيجي نشتري خلصت المنتج. لا، ده بيبقى فعلا المنتج بيكون خلصان من كتر الزحمه اللي عليه، لو عليه عرض حلو قوي. فعشان تلحق العرض وفلوسك ما تروحش على الفاضي، لازم تصحى بدري، وكمان لازم تحدد لسته كده بالحاجات اللي انت عايزها عشان توفر عليك وقت وجهد، وفي نفس الوقت تركز على حاجة معينة وفلوسك ما تضيعش بسرعة. تالت حاجة بقى لازم تعرف انك انت، شوف مثلا لو عايزة كيبورد او لو عايزة موبايل معين، هتبحثي عليه على اكبر 5 مواقع موجودة في الدولة اللي انت فيها. احنا في مصر هنا عندنا اكبر 5 مواقع بدون ذكر اسماء. أيوه. الخمس مواقع دي معروفة عندنا، هتبحثي فيها في تابات كده معينة. الموبايل ده هنا بكام وهنا بكام وهنا بكام، والصور بتاعته كده. هتختاري ازاي من المواقع دي كلها؟ اتاكد بقى، ما هو لسه كنت هقول لك ماشي. هنا بيبقى بلاش الموبايل، عشان الموبايل ممكن يبقى ايه مضمون، لكن انا بتكلم بقى في المكياج، بتكلم في اللبس، بتكلم ممكن يطلع لي صوره وواو فظيعه وبعد كده اعمل المنتج ويطلع لي منتج تاني خالص. بيحصل. تختاري بقى حضرتك ازاي بين المواقع الكبيره قوي. أيوة. دي زي كانها محلات في الشارع كتير قوي. اول حاجه كل ما يكون الموقع مديكي صور زياده عن المنتج اللي حضرتك بتبحثي عليه، هيسهل عليكي جدا حاجات كتير قوي، منها المصداقيه، منها حاجات كتيره، انك تضمني المنتج اللي هيجي لك نفس اللي في الصوره. يعني ده لازم أول يبقى حاجة. الحاجه ليها وصف، ليها مش وصف، الصور كتير، صور او وصف. اعتقد يعني الوصف احنا تاني حاجه هنتكلم فيها دلوقتي. ان الصور كتير تكون متوفره في المواقع. طيب. حول المنتج اللي انت بتبحثي عليه. عظيم. طيب الوصف بقى بتاع المنتج، لازم تقارني الوصف بين المواقع اللي حضرتك بحثتي عليها. يعني لو بحثتي على 5 مواقع رئيسيه، تشوفي الوصف ده نفس ده نفس نفس, نفس ده. مثلا الموبايل الذاكره بتاعته كذا، القوه بتاعه الكاميرا كذا، اللي مش عارفه ايه ساعات الحاجات دي كلها تبقى واحده. اضيف لحضرتك حاجه برضو مهمه. انك لازم تشوفي المنتج ده، لو مثلا مكياج معين، تشوفي الوصف بتاعه من الشركه العالميه بتاعته، هل هو مطابق للوصف اللي موجود في المواقع الالكترونيه دي ولا لا، عشان ما تتغشيش في المنتج. ثالث حاجه بقى، وهي هنا مربط الفرس اللي هو المهم قوي اللي احنا لازم كلنا نركز عليه. اغلب الناس فاكرين ان المواقع الكبيره دي هي اللي بتبيع لك المنتج، وده اكبر غلط. هو ليها ستورز كبيره ممكن تبيع لك المنتج بتاعك، لكن المواقع الكبيره دي بيكون في تجار زي وزي حضرتك مشتركين فيها، فبالتالي الغلط بيكون من عند التاجر اكتر. بس انا المفروض لما اتعامل مع موقع كبير هو يبقى ضامن لي التاجر اللي جايب منه. حصل. صحيح طبعا. يعني دي مسؤوليته، هو بيكون ضمان، انه ضمان في سياسات الشروط والاستخدام او سياسات الشراء التابعه لقانون حمايه المستهلك. من هنا بقى هنقول قانون حمايه المستهلك، اللي هو بيضمن لينا استرجاع في خلال 7 ايام غصبا عن اي موقع موجود في مصر. عندك احقيه انك تسترجع منتجك في خلال 7 ايام. تحت الموضوع ده لو هنرجع يعني للنقطه دلوقتي، حمايه المستهلك بينطبق كمان على التسوق الالكتروني؟ طبعا بينطبق على التسوق الالكتروني. عندك 7 ايام ترجع. لان زمان كان بيقولوا لا لازم يبقى تاني عشان الفاتوره، ومش عشان الفاتوره وعشان لا الحاجات بالعكس. دي كلها مش بس كده حضرتك، كمان المخالف بياخد غرامه لو اختلف عن القانون، غرامه تصل لمليون جنيه في الموضوع ده.
تخيلي. فاحنا كده كده دولتنا بتوفر لينا قوانين كتيره قوي في الموضوع ده، وشروط برضو تانية موجوده. هنرجع للنقطه الثالثه اللي كنا بنكمل فيها اللي هي مربط الفرس. دلوقتي الديسكريبشن اللي موجود تحته بيكون في ريتنج اللي هي النجوم، عدد النجوم اللي موجوده على التاجر ده. احنا دلوقتي بنكلم التاجر اللي بيبيع لنا المنتج. عدد النجوم دي لو لقيتيها تحت الاربعه تقلقي شويه، يعني دخلتي يعني موقع بتبقى حقيقيه. انا معلش انا ما باخدش بيها خالص، لا هما بيخلوا الناس دي بقى هنا التركايه او السر في الموضوع ده حقيقي. كله بالظبط، دي تبقى حقيقيه لو تحت الاربعه تقلقي من التاجر ده، لانه كده في حاجات ضده. هي ناس كتير قوي ممكن تعمل نجمه نجمتين ثلاثه، دي بتفرق في التوتال بشكل عام. مش بس كده، كمان لو لقيتي تعليقات موجوده هتلاقي كده كده تعليقات طبعاً. بس لو لقيتي تعليق واحد سلبي اوعي تشتري المنتج ده، نصيحه مني ليكي. واحد بس سلبي، محدش هيعمل. لا في ناس كويسه جدا وتهتم بالتعليقات. يعني مثلا حضرتك اشتريتي الموبايل ده اوكي، وعندي شكوى فحد بيرد عليا، حد بيرد مثلا يرد تحت غير الرد، حد كاتب مثلا يا جماعه خلوا بالكم الموبايل ناقص مثلا كذا، خلوا بالكم كده. هنا تبداي تقلقي من التاجر اللي موجود جوه ده، ما ادكيش كل الحاجه اللي موجوده في الصور والديسكريبشن، او جات له حاجه غير المنتج. لو تلاحظي ارجع على التاجر ولا ارجع على الموقع؟ هو كده كده الموقع هو المسؤول، هو الواجهه الرئيسيه ليكي، بس اسم التاجر بيكون مكتوب. يعني حضرتك لو تبحثي في اي موقع هتلاقي اسم التاجر مكتوب، كمان الريتنج مكتوب موجود، كمان الكومنتات موجوده. الكومنتات اللي بقول لحضرتك عليها دي تعرفي ان التاجر ممكن مش بيوصل الوصف الكامل او نقله فقط، مش عارف الصلاحيه اللي بيحط بيها المنتج ايه على الموضوع دي. احنا وقتنا للاسف جري معاك، لكن لسه ما لحقناش. لا احنا كل يوم اربع هنبقى مع ان شاء الله هيبقى عندنا هذه الفقره بالتاكيد. حضرتك ممكن تشرفنا ان شاء الله بمعلومات مختلفه، لان طبعا التسوق الالكتروني دلوقتي بقى يعني من الحاجات المهمة جدا في كل بيت. كل الشكر طبعا مهندس أحمد طارق خبير أمن المعلومات، شرفتنا يا فندم. الله يخليك. طيب نروح بقى سريعا نطمن على أخبار أهالينا المختلفة في كل محافظات مصر، تقرير أحسن ناس، بعد كده هيكون لنا وقفة مع أهم عناوين الصحف الصادرة صباحا. أحسن ناس ادينا بندردش، ورانا ايه ورانا ايه، بنحكي ونفرفش، ورانا ايه ورانا ايه. حضراتكم مرة تانية، قراءة تحليلية على العناوين صحف اليوم بيشرفنا ويسعدنا في هذه القراءة الأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي. أهلا أستاذ أحمد. أهلا أستاذ أسماء، صباح الخير. أهلا بحضرتك. ونبدأ سريعا من جريدة الوطن والصفحة الأولى، والحقيقة خبر زي ما قلت يمكن إحنا تناولنا هذا الموضوع بشكل ما، كان في شكل طبعا تكريم الأمم المتحدة لوزارة الداخلية وبعض ممثليها، لكن إحنا بنتكلم على الأمم المتحدة بعد انتهاء COP27 لمصر كلها
شكرا يا مصر. ده الوطن صفحة واحد. مصر حرصت على قيادة وتعزيز المشاركة الإفريقية، نجحت في الخروج باتفاق تاريخي لصالح دول القارة المتضررة من أثار المناخ. قمة شرم الشيخ هي الأولى عالميا في مشاركة الدول الجزرية الصغيرة والنامية والبلدان الأقل نموا، حضرها 66,000 مشارك رسمي. الحقيقة العديد من العناوين الهامة، لكن خلينا نستعرض بعضها ونتكلم على هذه القمة انعكاساتها وأهميتها الحقيقة على مصر، أهم المكاسب اللي خرجنا بها من هذه القمة واللي على رأسها بالتأكيد صندوق التعويضات. هو لما يبقى أي حد بيقيم أي فعالية أو أي جهة بتقيم أي جهة تانية طالما قالت حيثيات يبقى تقييم حقيقي. عارفه لما يبقى التقييم بروتوكولي اهو بنشكر وخلاص، هو شكرا وخلاص تعبناكم عليه، لكن ده في نقاط في حيثيات يبقى الكلام حقيقي، وبعد كده الارقام بتؤكد هذا الكلام. يعني لما بتبقى مدينه عدد سكانها 30,000 نسمه ومساحتها 480 كيلو بتستقبل 66,000، 40,000 على الارض و26,000 من خلال شبكات الانترنت، وبتستقبل 11,711 ناشط بيمثلوا أكثر من 1715 منظمة. لما يبقى عندنا 156 طرف مشترك في المنطقة الزرقاء، يبقى عندنا 627 فعالية في وندوة ودائرة نقاش وورقة عمل، يبقى عندنا 197 فعالية في المنطقة الخضراء الخاصة بمصر، يبقى عندنا 112 فعالية في الحدائق الخضراء. دي يعني دي أرقام بتقول إنه إحنا قدام أكبر، بيبقى عندنا 40 دولة أفريقية لأول مرة، في دول تانية ممثلة بدرجات أقل، لكن بيبقى عندنا 40 حكومة موجودة، بيبقى عندنا 110 زعيم وملك ورئيس ورئيس حكومة موجودين. طب أنت عايزة إيه تاني عشان يبقى دليل لنجاح؟ وبعد كده مصر تزود المؤتمر يوم وشوية علشان ما يبقاش احنا بننظم المؤتمر، ما احناش مسؤولين عن تغيير الكون، احنا عملنا اللي علينا والزياده، لكن ما مرضناش ان المؤتمر يبقى على ارضنا ويخرج بشكل. هو السيد الرئيس قال دي قمه التنفيذ، فلازم الخروج بتوصيات او بنتائج على ارض الواقع. وحصل حقيقي وتحقق، وبالتالي هذا الشكر وهذا التكريم من الامم المتحده لمصر ورجالها، سواء في رجال وزاره الداخليه او في رجال الاشرف على المؤتمر ونظموه، مصر كلها يعني مستحق. طيب ما زلنا مع جريدة الوطن وبرضو الصفحة الأولى، السيسي يوجد مشاركة التضامن والجمعيات في جهود تطوير جزيرة الوراق وتلبية احتياجات الأهالي، توجيهات رئاسية بتوسع في توطين صناعات الآلات والمعدات الثقيلة لصالح عملية التنمية. خلينا نتكلم سريعا في هذا الموضوع، الحقيقة هنتكلم في محورين. المحور الأول بنتكلم على اهتمام الدولة بتلبية احتياج المواطن وتحقيق رضا المواطن، كمان ان احنا لازم عندنا تحقيق رضا المواطن، فاحنا بنسمعه ونلبي احتياجاته، ده رقم واحد. رقم اتنين او المحور الثاني ملف التعويضات. الدولة اهتمت في اثناء تطوير العديد من المناطق، منها طبعا مثلث ماسبيرو، منها توسعة الطريق الدائري، ودلوقتي بنتكلم على الوراق بالتعويضات. وخليني اخد برضو عنوان جانبي في نفس الصفحة، 94 برج سكني للراغبين في البقاء في الوراق وسكن بديل في المدن الجديدة، 5 مليارات جنيه لتغيير وجه الجزيرة، رئيس تنمية الوراق المرحلة العاجلة من التطوير تشمل كل الخدمات تضم مدارس ومراكز شباب. هو يعني انا احييك واشكرك لان قلتي النقطه في منتهى الذكاء، انا كنت جاي اقولها، يعني كنت جاي اقول انه والله متعلم من حضرتك. الله يخليك. العفو، لان سياده الرئيس ما هو ده برضه توجيه ذكي من سياده الرئيس، لانه لمح كده انه هنا هذه المنطقه محتاجه حوار بين الدوله وبين المواطن اللي حضرتك قلت عليه، تلبيه احتياجاته ونشوف عايز ايه ونتكلم معاه. الكلام مش لازم الناس تقعد تدردش بالظبط، لكن الكلام احيانا بيبقى فيه او الحوارات ممكن تبقى بتلبيه مطالب الناس. انت قدام واحده من 255 جزيره في مصر كانت تكون اكبرهم، لان دي 1600 فدان او تحديدا 1516. ايوه يعني دي قد، شوفي شوفي الانجاز اللي حصل في مثلث ماسبيرو، مثلث ماسبيرو كله ده 40 فدان، 4500 اسره، يعني قولي 20,000 مواطن، دول في حدود 1516 فدان على 90,000 مواطن. فانت محتاجه الكلام والاشتباك على الارض مع خدمات الناس ومطالبهم بالزبط. وان احنا نوعيهم ونفهمهم ان البلد هنا هذه المنطقه اللي هي الوراق رايحه للافضل حقيقة. واحنا عندنا تجارب، يعني لو كان الناس في، انا اسف يعني، في الزرايب الاسم القديم سمعوا كلام اعلام الشر ما كناش دلوقتي شايفين حدائق اكتوبر طبعا، حدائق مايو قصدي،
لو الناس في تل العارب سمعوا كلام اعلام الشر ما كناش دلوقتي شايفين روضه السيده. لو كانوا الناس في غيط العنب سمعوا كلام اعلام الشر ما كناش شايفين دلوقتي البشاير. واحنا عندنا العينه بينه في مثلث مازبيرو، ادي الابراج اتعملت، وادي الاسر بتسكن، وادي 950 اسره اللي قالوا عايزين نرجع مكاننا هنرجع وهيعيشوا. واحنا كنا مره هنا اتكلمنا انه اجمل ما في الموضوع في مثلث مازبيرو ان عندنا ناس بسيطه من شعبنا الكادح الغلبان التعبان هيعيش على النيل دلوقتي. يعني ما كانش ده حقيقي. من الاحلام. فاحنا الصدق في الموضوع حاصل، وبالتالي الناس لازم تسمع، الناس يبقى في حوار تلبيه مطالب الناس، نشرح ونوعي علشان ممكن هذه الجزيره تتحول 1516 فدان ممكن يبقوا جنه على في الأرض. قلب النيل حقيقي. وعندنا طبعا خير مثال المنطقه المحيطه بمتحف الحضاره، يعني اللي يروح ويشوف الصور لا يتخيل ان هذه هي نفس المنطقه، ولا سور مجرى العيون طبعا حقيقي. يعني محدش في الاحلام بالتاكيد. ننتقل الى جريده الاخبار وصفحه 3 وزياده ارصده السلع الاستراتيجيه لتكفي 8 شهور. بالتاكيد يمكن من المواضيع المهمه جدا طرح قمح المطاحن في البورصه بدءا من الاحد. انتهت وزاره التموين من تنفيذ خطه لتامين الاحتياجات في البلاد من كافه السلع الاساسيه لاكثر من 5 شهور، وده تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس، مما ساعد على عدم حدوث اي ازمات او اختناقات او نقص في السلع خلال فتره جائحه كورونا او بدايه الازمه الروسيه او منذ بدايه الازمه الروسيه. وده اللي هننطلق منه ان دلوقتي بقينا بنتحرك وبنبقى في رؤيه استراتيجيه سباقه، يعني دايما كان بيحصل مشكله وبعد كده يبقى التحرك. احنا عندنا الحمد لله سواء كان جائحه كورونا الاقفال على المستوى او الاقفال على مستوى العالم، الازمه الروسيه الاوكرانيه، كان في تحرك مسبق ان احنا عندنا في ازمات على مستوى العالم، كبرى الاقتصاديات كلها يدخلوا السوبر ماركت ما فيش اي نوع من المنتجات، احنا ما عندناش ولا منتج كان ناقص. وخصوصا مع ارتفاع كمان اسعار القمح الجنونيه احنا كان عندنا الحمد لله فائض ومخزون استراتيجي يكفي. فهنا بنتكلم على زياده الارصده السلع الغذائيه تكفي 8 اشهر. انا احييك جدا للمره الثانيه، لان هنا برضو في الخبر مش مفهوش التعليق اللي حضرتك قلتيه الخاص بالرؤيه الاستباقيه. لان احنا قبل كورونا ايه اللي خلانا، يعني ايه ما كانش في حد في الكورونا في الحسبان خالص. بس قبلها عملنا موضوع الصوامع، مشروع القومي للصوامع اللي هيخلينا نخزن 3.6 مليون طن قمح، يبقوا مركونين كده وفي امان وبشكل علمي وبشكل متحضر وبعيد عن القوارض وبعيد عن التراب وبعيد عن الهواء وبعيد عن الطيور، ونقدر مخزنين اكل للناس ومأمنينه. طبعا 50 منهم احنا عندنا 70 صومعه، 50 منهم جديده في المشروع القومي للصوامع اللي بداوا سياده الرئيس قبل موضوع كورونا بكتير بالظبط الحمد لله. لكن خلينا بس في التفاصيل، لان في ناس عندها بس التباس في موضوع المخزون. يقول لك ايه احنا عندنا مخزون السلع لست شهور لقدام، عدى منهم شهرين. لا هي مش كده، هو دايما يبقى عندنا مخزون ثابت 6 شهور. يعني اذا استهلكنا شهر بنضيف شهر تاني بالظبط. فطبعا احنا عندنا بحيث يبقى ثابت على طول عندنا هذا المخزون لمده 6 شهور ما يتاثرش مهما حصل. لكن احنا عندنا استهلاك ربنا يزيد ويبارك، استهلاك يعتبر المقارنة بدول شعوب تانية كبير. يعني عندنا 2 مليون طن زيوت، عندنا 500 ألف طن فول، عندنا 280 ألف طن عدس، عندنا 3.3 مليون طن سكر، عندنا 3.2 مليون طن رز. فكل دول نحسب بقى 8 شهور يعني تقريبا، يعني نشوف في حدود 70% أو أكتر من احتياجاتنا ونبقى مخزنينه جاهز في أي وقت أي استهلاك يبقى عندنا. لو الدنيا دي قفلت خالص عندنا 8 شهور لقدام، فما بالك بقى انها يعني كمان بتوفر هدر. لان مثلا الصوامع دي كان يعني عندنا 15% مهدر. يعني لو عندنا 9 مليون فدان فيهم مليون رايح بالظبط، مليون يعني ايه؟ يعني 4.5 مليار جنيه حبيب. يعني كانوا بيترموا كده ضايعين، فما بالك كان اكتر، لانه كنا بنخزن احيانا المحصول المصري واللي طبعا بناخده من الفلاحين، فكان كارثه يعني. فدلوقتي الحمد لله مأمنين محاصيل اساسيه، لسه بنتوسع كمان في الزراعه علشان نعمل اكتفاء ذاتي ان شاء الله باذن الله. بنتوسع يعني دلوقتي قالب، احنا كنا بنستورد 60 وبنزرع 40، بنقلب دلوقتي ان شاء الله نزرع 60 ونستورد 40 لغايه ما نعلى ان شاء الله في موضوع القمح ان شاء الله.
استمرارا مع الأخبار وترويض، أنا عجبني الحقيقة العنوان جدا، ترويض السيول لحصاد الخير، خطة لتخزين 250 مليون متر مياه عبر 2200 منشأة، إجراءات عديدة اتخذتها وزارة الري للتعامل مع موجة الأمطار الغزيرة والسيول من خلال تنفيذ مشروعات صناعية بتشمل إقامة سدود وبحيرات صناعية، خزانات أرضية لحصاد أمطار السيول والأمطار والاستفادة منها. خلينا نتكلم هنا على مفهوم تحويل المحن لمنح، يعني السيول اللي ممكن تكون من الكوارث الطبيعية اللي زي ما بيقولوا بيها أو لها أثار مدمرة، إحنا هنا بنحولها إلى إن شاء الله منحة. طبعا مصر إحنا في منطقة الفقر المائي من سنوات، لكن دلوقتي في خطة من الدولة لاستغلال الأمثل لكل قطرة مياه. دلوقتي بنتكلم بقى طبعا من العديد مشروعات التحلية وغيرها بقى وتنقية المياه وما إلى ذلك، لكن هنا بنتكلم في عمل بحيرات صناعية، خزانات أرضية، إقامة سدود، كل ده علشان نستغل كل نقطة مية بدل ما تبقى دمار تبقى زرع وتبقى إعمار. ده موضوع في منتهى الأهمية، وهو طبعا يعني هذا الشغل بيتكامل وبيتناغم مع خطة سيادة الرئيس اللي ابتدت برضو من بدري في موضوع المية، محطات تحلية، تنقية، اشتباك مع الصرف الزراعي والصناعي والصحي، وعاملين كمية مية كويسة سد في حاجات كتير خصوصا في الزراعه. لكن انت قدام خير جاي من السماء، كان مصدر كوارث في فترات كبيره. احنا عندنا يعني حادث درونج ده 612 شهيد، فالميه نزلت ونزلت على مخازن البترول وعملت مصيبه. فلما مؤخرا تحولي... كان في اسوان العام الماضي على ما اعتقد كان برضو في موضوع، بس ابتدينا بس الدنيا طبعا نشتغل مبكرا. وادي كمان رايحين نحول، لان احنا يعني ما انا بقول لحضرتك مشروع موضوع كبير. ليه؟ لانه انت ممكن كل الحدائق العامه في مصر تسقي من مياه الامطار، ممكن تبقى في خطه لتنظيف الشوارع دوريا من خلال مياه الامطار، ممكن بعض المدن الساحليه تحديدا والدلتا ممكن يبقى فيه مخرات جانبيه تخزن مياه الامطار. لكن لما يبقى هنا في اكثر من رقم الحقيقه، لكن خلينا على اقل رقم فيه بيتكلم على 144 مليون متر مكعب ممكن التعامل معاهم، دول في 12% من المياه المطلوبه في بيوتنا، يعني مش بس الشرب لكن باقي الاستهلاكات في البيوت. فطبعا رقم ما يصحش نتعامل معاه باستهتار، لكن الناس لازم تبقى تقدر، لان احيانا الدوله بتعمل مخرات، يعني عندنا الصحراء الشرقيه دي 414 مجرى مائي او مخرات بتودي على البحر الاحمر، تيجي ناس تبني قدامها، تيجي ناس تزرع عليها. ما دي بقى اهميه الوعي، وفي نفس الوقت بقى بالظبط تيجي السيول تحصل كارثه ويبقى نلاقي الناس هي المتسببه في الكوارث. طيب الختام سريع من اليوم السابع بقى بنتكلم على الطلاب واتحادات الطلاب، الطلاب على موعد مع تجربه ديمقراطيه جديده، كليات جامعه عين شمس تستعد لانتخابات الاتحادات الطلابيه، الكليات تبدا تشكيل اللجان المشرفه، تعلق الجدول الزمني، عميد الزراعه بيقول صناديق زجاجيه شفافه لعمليات التصويت، لجان الاشراف، مشاركه الطلاب. خلينا نتكلم طبعا على الاتحادات الطلابيه، بتعتبر الحاضنه اللي بيخرج منها العديد من السياسيين على مستوى العالم مش في مصر بالتاكيد. الفتره زي ما بنقول كده فتره تدريب لاي حد عنده ميول سياسيه عشان يفهم يعني ايه العمل السياسي بالظبط، يفهم يعني ايه عمل سياسي، يفهم يعني ايه مفهوم الديمقراطيه ومفهوم الحريه الحقيقي مش الخاطئ. فخلينا نتكلم على هذه التجربه واهميه ان الشباب يعي المشاركه واهميه المشاركه في هذه التجارب الانتخابيه او الاتحادات الطلابيه. زي ما حضرتك قلت بنجهز ناس للمستقبل يتحملوا المسؤوليه فيما بعد، هم دول اللي هيشيلوا الوطن في السنين اللي جايه. لكن احنا قدام جمهوريه، احنا قدام دوله مستقله، جامعات مصر طبعا. حضرتك عملتي قبل كده مع رئيس جامعة الجلالة وقال لك يعني هنوصل في مخطط للوصول بعدد الطلبة في مصر 5.6 مليون طالب، احنا النهارده 3 مليون، كنا في 2014 2.3 مليون، 27 جامعة على 442 كلية، دي بلاد يعني احنا بنتكلم في بلاد. فده لما يبقى دول عم بيمارسوا ممارسة ديمقراطية وحرة وبالإرادة المباشرة، شوفي بقى مدى الارتياح عند قطاع كبير ومهم من شعبنا. كل الشكر طبعا استاذنا الكريم الاستاذ احمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي على هذه القراءه الوفيه والشفافه. شكرا، ربنا يخليك، اشكرك جدا. ونروح بقى لعشاق الكره طبعا المونديال، امبارح كان في مفاجات من العيار الثقيل،
يمكن كلنا امبارح كنا في احتفالات الشعوب العربية كلها كانت بتحتفل اكننا احنا اللي كنا بنلعب امبارح، السعودية ضد الارجنتين وكانت مفاجأة على جميع المقاييس، مفاجأة عالمية، مش نتكلم بس على المستوى العربي، مفاجأة عالمية وهتبقى مكتوبة في تاريخ المونديال كله. وطبعا هو كان تغلب السعودية على الارجنتين المرشح او من احد المرشحين للفوز بهذه البطولة 2-1. تونس كمان ضد الدنمارك كان في تعادل لكن بطعم فوز. الحقيقة المباراة كانت مباراة ممتعة جدا جدا وبرضو أسعدت الشعوب العربية وكانت النتيجة 0-0. هولندا بقى والمكسيك يعني احنا بنتفرج كده يعني شوية، كانت النتيجة 0-0. فرنسا 4-1 ضد استراليا. النهارده هيبقى في 4 مباريات كمان اهم، لكن فيهم واحده هنبقى مختصه بالجمهور العربي الى حد كبير هيتفرج عليها وهيتابعها. المباراه هتبقى الساعه 12 المغرب ضد كرواتيا، الساعه 12 الظهر. مباراه بالتاكيد مهمه جدا، المنتخب المغربي ضد احد الفرق القويه جدا الحقيقه في كاس العالم. كمان النهارده هيبقى في المانيا واليابان الساعه 3 العصر، اسبانيا كوستاريكا الساعه 6 مساء، واخيرا مباراه بلجيكا ضد كندا الساعه 9. خلينا نشوف اهم التوقعات في المباريات وبالتاكيد بقى التعليق كمان على حدث امبارح التاريخ، نقدر هو خلاص دخل تاريخ المونديال. معانا على التليفون استاذ احمد الهواري الناقد الرياضي. صباح الخير يا استاذ احمد، ووشك كان حلو علينا امبارح. صباح الخير يا استاذ اسماء، بكون مبسوط دايما وانا معاكم. يعني دعواتنا امبارح استجابت او تمت الاستجابه الحمد لله، كل الشعوب العربيه بالتاكيد، لكن يمكن احنا دعينا وكنت حضرتك معانا للمنتخب السعودي وعملها، حقق ده على ارض الواقع. يعني الحمد لله المنتخب السعودي شرف العرب كلهم، يعني ما فيش دوله عربيه ما كانتش مبسوطه بالانجاز التاريخي اللي عمله منتخب السعوديه. يعني الواحد كلنا فرحانين يعني كلنا كنا بنشجع امبارح السعوديه كأكن المنتخب المصري بالتاكيد بيلعب كده، مشاعر أكيد. جميله الحقيقه اكيد اكيد المنتخب السعودي قدم مباراه تاريخيه عظيمه. فكره انك يعني تقدر تهزم منتخب الارجنتين وتنهي سلسلة الهزيمة لمنتخب الأرجنتين واللي وصلت ل 36 مباراة في كأس عالم، يعني أو افتتاح ماتشاتك في كأس العالم مع منتخب كبير زي الأرجنتين بقيادة ميسي. مباراة يعني تاريخ منتخب السعودية بقيادة هيرفي رينار، وهيرفي رينار مدرب بيقدر إن هو يجاري او يقدر ان هو يلعب قدام المنتخبات الكبيره. هيرفي رينار قبل كده مع المنتخب المغرب قدر ان هو يتعادل مع منتخب اسبانيا، ومع حاليا مع منتخب السعوديه كسب منتخب الارجنتين. منتخب السعوديه طمعنا بلغه الكوره ان هو كمان يوصل لدور 16، يعني كنا بنقول انه حلول صعبه، لا دلوقتي خلاص قدرنا ان احنا نطمع في منتخب السعوديه ونقول ان هو يتصدر المجموعه، مش فكره ان هو ياخد البطاقه الثانيه او بطاقه التاهل الثانيه، لا يقدر. مباراه السعوديه الجايه هتبقى مع مين؟ مباراته الجايه مع بولندا. مع بولندا يعني ان شاء الله ان شاء الله تعدي ان شاء الله ان شاء الله. مباراته الجايه مع بولندا، ولو كسب بولندا خلاص هيتاهل مباشره دون النظر لنتيجه المباراه الاخيره. يعني فرصه في التاهل ايه؟ المكسب ولا لو تعادل مباراتين مثلا او ما شابه، ايه الفرص في التاهل ان شاء الله؟ هو لو كسب بولندا على طول يعني من غير حسابات، لكن لو فكره بقى ان هو تعادل مع بولندا وتعادل المباراه الاخيره هنبدا يعني هنبدا بقى ندخل في حسابات المجموعه عامله ازاي، طب النتائج الاخرى. فيعني ان شاء الله احنا نتمنى ان هو مع منتخب بولندا يفوز، ودون النظر بقى لاي حسابات اخرى يتاهل مباشره، ويعني هتكون انجاز تاريخي لمنتخب الارجنتين لمنتخب السعوديه ولكل الفرق العربيه، لان يعني فرقنا العربيه ومنتخباتنا العربيه نتائجها في كاس العالم مش افضل حاجه، لكن فكره ان انت يعني تهزم الارجنتين وتقدر تتاهل من مجموعه صعبه موجود فيها الارجنتين، موجود فيها بولندا، موجود فيها المكسيك، وشفنا امبارح ماتش بولندا والمكسيك، يعني الحمد لله النتيجة إلى حد ما التعادل ما بين بولندا والمكسيك خدم شوية السعودية واداله فرصة ان هو من المباراة الجولة الثانية أمام بولندا ان هو يقدر يتأهل مباشرة. طب نعلق سريعا برضو على المباراة، المنتخب برضو تونس برضو كان عمل إنجاز يعني إلى حد ما تعادل، بس تعادل الحقيقة قوي وكان يعني ممكن يبقى أقرب للفوز. يعني هو تعادل أكيد مهم، يعني نقول ان هو عادل، لكن كنا نتمنى ان منتخب تونس يحقق الفوز، لكن منتخب تونس اكيد قدامه فرصه في المباراتين في الجوله الثانيه والجوله
يعني. لكن ماتش ماتش في الجوله الثالثه قدام فرنسا اكيد ماتش صعب، لكن ان شاء الله نتمنى ان منتخب تونس يقدر يحقق الفوز وفرقنا العربيه او منتخباتنا العربيه اخيرا المغرب بقى علشان النهارده المباراه. توقعات حضرتك؟ يعني مباراه صعبه قدام كرواتيا، بتتكلم على وصيف مونديال روسيا، اكيد ماتش صعب، لكن منتخب المغرب منتخب مليان نجوم، مدجج بالنجوم، يقدر ان هو يحقق النهاردة نتيجة إيجابية قدام كرواتيا. لو خرج بتعادل قدام كرواتيا نقدر نقول إنها نتيجة إيجابية، لأنه منتخب كرواتيا إحنا شفناه في 2018 قدام فرنسا في نهائي كأس العالم، وصيف كأس العالم منتخب كبير، منتخب بيتمتع باستقرار فني، معاه مدير فني كبير. فإن شاء الله نتمنى النهاردة إن منتخب المغرب يقدر يحقق نتيجة إيجابية تساعده إن هو يتأهل من مجموعة. طيب ان شاء الله بالتاكيد لنا لقاء اخر، وهنتابع دايما مع حضرتك ومع حضراتكم كل ما هو جديد فيما يخص المونديال، وطبعا كل عشاق الكره مره تانية كل يعني كلنا فرحانين من قلبنا بالتاكيد بالنصر الكبير اللي حققه المنتخب السعودي، وان شاء الله ربنا يوفقه، وفعلا احنا بينا طمعين ان هو يصعد ان شاء الله. والنهارده كل التوفيق بالتاكيد للمنتخب المغربي. خلينا نخرج لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرات 8 الصبح. يا حلو صباح يا حلو طول، يا حلو صباح نهارنا فول، يا حلو صباح يا حلو طول، يا حلو صباح نهارنا فول. من قد ايه انا بستناك، وعيني عالباب والشباك، عشان اقولك واترجاك، عشان اقولك واترجاك. يا حلو يا حلو يا يا حلو صباح يا حلو طول، يا حلو صباح نهارنا فل. يا عيني مال الجميل مشغول ومتحير، قولي له بدري عليك الحيرة يا صغير. يا عيني مال الجميل مشغول ومتحير، قولي له بدري عليك الحيرة يا صغير. وحق ورد الخدود والعضو التفاح، وببسمة حلوة تخلي الدنيا تتغير. يا حلو صباح يا حلو طول، يا حلو صباح نهارنا فل، يا حلو صباح يا حلو طول، يا حلو صباح نهارنا فل. نهارنا فل ان شاء الله. اهلا بيكم واهلا بحضراتكم مره ثانيه. طبعا سمعنا صوت جميل وموهبه جميله معانا النهارده، موهبتين من الفيوم طبعا، المطرب وعازف القانون الاثنين احمد، بس احمد الشاهد المطرب واحمد صابر عازف القانون، الاثنين انتم من الفيوم طبعا. اهلا بيكم، صوتك مستريح كده ودافي يا احمد الحقيقه، فانا بحييك طبعا على الاغنيه على اختيارها مع الصبح كده، حاجه لطيفه جدا. انتم الاثنين بتدرسوا حاسبات معلومات، حاسبات ومعلومات. ايه سر التوجه؟ خليني اعرف منك يا احمد، ايه سر التوجه ان انت يعني بتدرس وفي نفس الوقت هتبقى ده هيبقى احترافي ولا هوايه فقط، ولا انت عامل يعني هو لحد دلوقتي احنا الموضوع هوايه،
هوايه يعني، بس أيوة هو بادئ من زمان جدا يعني، انا من قبل الكليه وانا بادئ في الموضوع يعني تقريبا من سنه 2015 من اول ما مامتي ودتني قصر الثقافه، ويوم عن يوم بتطور بحاول اوصل للاحترافيه. يعني انت لسه دلوقتي في مرحله صقل الموهبه علشان ان شاء الله توصل للاحترافيه باذن الله. طيب احمد صبر، القانون من الالات الصعبه طبعا. يعني احنا بنتكلم في آلتين العود والقانون، دول اللي بيدرسهم عايزين تفرغ لوحدهم. اكيد طبعا. اشمعنى اخترتها خصوصا انها من الالات الشرقيه اللي ممكن تكون مش موجوده في بندات كتير؟ والله انا بحب الاله من زمان، بس هي الفكره ان القانون تحديدا جه معايا بالصدفه جدا. يعني انا بلعب مزيكا من زمان بس القانون تحديدا جه معايا بالصدفه. يعني ازاي بقى؟ يعني انا كنا في فرقه اسمها فرقه نغم للوتريات. الفرقه دي انا كنت اصلا بلعب فيها في الاول جيتار. جينا قبل الحفله باسبوع مثلا كنا محتاجين حد يلعب قانون عشان سولو معين، بس فلعبت بالصدفه وبعدين حبيت بقى القانون. ده ينفع يتلعب بالصدفه؟ المشكله بكل الحاجات والكده دي. انا لما جربته وبدات العبه حبيته جدا، فنسيت بقى اي اله ثانيه ونسيت اي حاجه ثانيه واتفرغت له تماما يعني. طب وبتلاقي له تواجد؟ لان ده محتاج فقط طرب يعني، مش موجود دلوقتي في الاغاني الحديثه؟ لا موجود برضو طبعا، مش في كل الالوان، بس لا موجود لحد دلوقتي طبعا. لسه له وجود؟ طبعا. طيب انا هتكلم كلمتين ونسمع ساعه، سمعونا ايه دلوقتي؟ نسمع النبي. الله، ده اختيارات موفقه. اتفضل. وتقول له ان فيها احباب
فتحل المحبة الباب من شوق الهوى الغلاب ولا جاش الحليوة يرضيك الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني قصده الحليوة ايه قصده الحليوة. صوتك جميل ومريح وطالع مستريح كده مش عامل فيه مجهود. شكرا لحضرتك. وزي ما بيقولوا كده العرب بتاعتك انا ما بعرفش بقى مظبوطه ولا مش مظبوطه بس انا بستمتع بيها الحقيقه. شكرا. طيب قول لي انت قلت ان انت بدات من قصر الثقافه وبعد كده بدات بقى تطور نفسك يعني هيبقى في تدريب هيبقى في دراسه هيبقى في احتراف فكرت ان انت تشترك في طبعا في العديد من المسابقات دلوقتي اللي بتحصل شايفين برنامج زي الدوم طبعا بتعمل الشرق المتحده في ناس من كل محافظات مصر بيشتركوا فيه فكرت ان انت تقدم هو فعلا كده؟ في خطوات كتيره باخدها اولها طبعا انا بدات من قصر الثقافه ف يعني انا اتشرفت ان اشتغلت مع المستر وليد عرفه الله يرحمه يعني قضيت معاه سنه كانت من احسن سنين حياتي واخويا الكبير وبابايا الفني استاذ ابو المجد الكاشف اللي طبعا بوجه له التحيه من هنا وبعدين دخلت منتخب كورال الجامعه انا صليست في منتخب كورال الجامعه مع المايسترو العظيم وائل حمدي عظيم والخطوه اللي بعدين دخلت مدرسه الانشاد الشيخ محمود التهامي وتخرجت منها واخيرا كنت في مسابقه الدكتور رتيبه الحفني في الاوبرا ففي سيكونس في يعني الخطوات بتاخده يعني في تتابع ده حاجه عظيمه نفس الموضوع ليك يا احمد ده محتاج دراسه بتفكر ان انت تدخل بعد كده تدرس وبقى تتفرغ للدراسه اكيد طبعا انا بس اخر خطوه اخدتها ان احنا بقى لنا حوالي من الترم الثاني كان السنه اللي فاتت عملنا فريق كورال اسمه كورال ليالينا وهو يعني كورال صاعد وطالع طالع يعني طالع طالعه كويسه قوي اليومين دول وان شاء الله يعني قريب ان شاء الله كلنا هنبقى سامعين عنه يعني اكيد طب دي حاجه كويسه جدا جدا انا بشكركم احمد شاهد طبعا المطرب واحمد صابر عازف القانون وخلينا نختم معاكم بقى بالاغنيه عشان انا مش هطلع تاني الناس بقى تستمتع بالختام معاكم باغنيه حلوه سمعونا ايه؟ سواح سواح لا 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 ده كلام كبير قوي اتفضل سواح وماشي في البلاد سواح والخطوة بيني وبين حبيبي براح مشوار بعيد وانا فيه غريب والليل يقرب والنهار روح سواح وماشي في سواح والخطوة بيني وبين حبيبي براح مشوار بعيد وانا فيه غريب برحب بحضراتكم مرة تانية وبالتأكيد فقرة مهمة جدا الفقرة اللي احنا كلنا بنستناها عشان نفهم خصوصا السيدات اللي زي ما عندهمش أي خلفية عن العربيات إن احنا نعرف إيه مكوناته وإزاي نعرف نتصرف 8 الصبح موتورز النهارده هنتكلم عن علبة الدركسيون والله بقول لكم اسمها ولا فاهمة فيها أي حاجة لكن هنعرف ده بالتأكيد من زميلنا معتز عاطف أهلا يا معتز صباح الفل ازيك يا اسماء وألف مبروك بالتأكيد طبعا السباق الأخير الله يبارك فيك دايما يعني رافع راسنا كده مشرفنا الحمد لله يعني كان حظي كويس المرة دي
فزت مركز ثاني ترتيب عام اول المجموعه بتاعتي واول فريق، فكانت فرصه دايما رفع راسنا وشرفنا الحمد لله. طيب ايه بقى موضوع علبه الدركسيون دي؟ عشان ما عنديش انا الاسم بس حفظته منك بالعافيه. ايه بقى علبه الدركسيون؟ باختصار هي الجزء في العربيه اللي مسؤول عن توجيه العجل يمين وشمال. اي واحد فينا لما بيقعد في فرق بين الدركسيون اللي انت اول ما بتقعدي في العربيه بتبقي ماسكه الدركسيون، وفي فرق بين علبه الدركسيون. بتمسكي الدركسيون، والدركسيون متوصل بعمود واصل لغايه تحت، معدي من بين دواسات البنزين وفرامل الدبرياج او من فوقيهم، وواصل جوه عند الموتور بحاجه اسمها علبه الدركسيون. علبه الدركسيون دي اول ما بتلف يمين بتروح موجهه العجل يمين، وبالمناسبه هي بتمشي بتطلع عجله بره وتروح مدخله عجله جوه. يعني انت لو جيتي بصيتي الميكانيزم علبه الدركسيون، اول ما بتلفي واحده بتيجي يمين والثانيه بتروح داخله لجوه، وهكذا العكس. والمفروض بيمشوا في اتجاه واحد، مش المفروض واحده تيجي كده وواحده بتيجي بزاويه اقل. او عشان كده دايما بنقول ضبط الزوايا من الحاجات المهمه جدا في حال ان علبه الدركسيون سليمه. يبقى علبه الدركسيون احنا عندنا صور ليها يعني بالمناسبه، ضبط الزوايا برضو متصل بعلبه الدركسيون. هو ضبط الزوايا اهم حاجه بتتعمل في علبه الدركسيون، لان هي اللي مسؤوله عن توجيه العجل. فاحنا لازم في الاخر نبقى ضامنين ان الاربع عجلات في اتجاه واحد، العجلتين اللي قدام هم اللي مسؤولين من علبه الدركسيون. وان كان دلوقتي في عربيات بتلف بالاربع عجلات بس، يعني ايه دلوقتي يعني اللي هي دي في مصر في حاجات قليله او عدد محدود من العربيات، بس هي اساس علبه الدركسيون توجيه العجل يمين وشمال في اتجاه واحد، عشان ما يحصلش ان تاكل كاوتش او يبقى العجل اتجاهاته مش مظبوطه، من هنا العربيه ما بتبقاش ثابته. دي مهمه علبه الدركسيون. اعرف ازاي ان انا علبه الدركسيون عندي فيها مشكله، او ايه مشاكل علبه الدركسيون؟ احنا عندنا مشكلتين. واحده فيهم ان ناس كتير ما بتاخدش بالها ان هو ما بيمشي في المطبات بسرعه بيبوظ علبه الدركسيون. دي حاجه مهمه جدا لازم ننتبه لها، خصوصا الستات. انا اول مره اعرف ان هي لها اي نوع من المطبات دي، يعني حاجه في العربيه او العجل الحاجات دي. المطبات بتبوظ كل حاجه في العربيه، كل حاجه في العربيه، بوظ العفشه كامله من اجزاء العفشه علبه الدركسيون، يعني جزء من الاسباب من الاجزاء اللي بتبوظ. برات علبه الدركسيون اللي هي الاجزاء اللي هي اللي ماسكه العجل بتحرك يمين وشمال، المقصات، المساعدين، كل حاجه حتى قواعد الموتور بتتاثر من المطبات. انا بستغرب جدا، ببص الاقي مثلا ماشي واحد ست جنبي مستعجله، انا ماشي ورايح عند المطب وبقف، هي ما شافتش المطب، يعني هي شافته بس اعتبرته وكانه لم يكن. في الحقيقه العربيات الجديده فيها ميزه ان هي عفشتها حلوه قوي، والعربيه لسه جديده وماسكه نفسها. فانت بالنسبه لك لو عديتي المطب ده بسرعه مش مشكله، ايه اللي هيجرى؟ مش هيجرى حاجه. بس هو ده بيأثر على علبه الدركسيون يعني في عمرها. فاحنا لو احنا افترضنا ان احنا عربيتنا جديده، بس احنا بنأثر عمر علبه الدركسيون بطريقه استخدامنا للعربيه. ففي المطبات من فضلكم انتبهوا بالراحه خالص قدر ما تستطيعوا، سواء في نقره او في حته عاليه. يعني من الحاجات اللي بتضايق العلبه الدركسيون قوي الطرق اللي فيها زلط، والطرق اللي هي الخشنه. دايما العربيه بتبقى مرتاحه قوي على اي اسفلت ناعم، حقيقي اي نقره هتلاقي فيه مشاكل. اي شويه زلط او شويه بروز وحاجات في الارض بتلاقي مشاكل وبتسمعي اصوات. عشان كده دايما اي حد فينا بيسوق عربيته على اسفلت ناعم بيبقى مرتاح قوي، حاسس عربيه جديده ولطيفه وحلوه. فدي حاجه من الحاجات المهمه جدا. زائد صيانات الباور او صيانات زيت الباور. اغلب الناس بتقول الزيت ما بنغيرهوش، او هو انا اصلا بينفع اكشف عليه يعني اعرف؟ بصي، هو احنا عندنا كذا نوع من علب الدركسيون. في علب دركسيون ميكانيكال اللي هي عباره عن علبه دركسيون في ترومبه بتضغط الزيت جوه علبه الدركسيون، وده الانظمه القديمه في الموديلات القديمه. بعد كده تطورت شويه بقى في ترومبه كهرباء عشان يشيلوا حمل من على الموتور، والترومبه الكهرباء دي هي اللي بتضغط الزيت برضه لعلبه الدركسيون. بعدين في اخر حاجه بقى، اخر صيحه يعني، كهرباء كله مفيش زيت خالص، هي في الدركسيون في ميكانيزم في ترس بيحرك الدركسيون يمين وشمال وبيخلي الدركسيون خفيف. حتى في العربيات العاديه ولا عربيات الكهرباء يعني؟ لا، في العربيات العاديه. اغلب العربيات الجديده خلاص مفيش زيت بقى، ما بتستخدميش زيت خالص ومفيش الدوشه دي. فاحنا دلوقتي بنتكلم عن ما قبل الحديث موجود. يعني ما قبل الاعم الاكثر انتشارا، هو الكهرباء موجود منتشر دلوقتي، بس احنا بنتكلم عن الناس اللي عندها علبه زيت باور وبيضطر يزود الزيت. هو علبه زيت الباور ليها مقاس، وزي بالظبط زيت الموتور ما بتقيسيه ما ينفعش يبقى ناقص. فانت عندك علبه زيت وبيبقى فيها مقاس، ولازم الزيت يبقى مظبوط ما يبقاش زياده ولا ناقص. نقصه مش مفيد، وزيادته بيطلع بره من العلبه وبيخرج بره العلبه وبيبهدل الدنيا. طب الزيت ده له تاريخ صلاحيه؟ الزيت الباور تحديدا ملهوش تاريخ صلاحيه، بس احنا يفضل ان احنا نغيره
من سنه لسنتين، ما نتاخرش عليه اكتر من كده، لان في عربيات كتير او بره بيقولوا ان الزيت بيتغير من 40,000 ل 80,000 مايل، يعني حوالي من 60-70,000 كيلو ل 120,000 كيلو. بس سكوتك على زيت الباور لفترات طويله بيخلي ان الزيت لما بيقدم اداؤه بيقل، فما اداؤه بيقل بيضايق الاجزاء الداخليه اللي هي الاويل سيلات والبلوفه والحاجات اللي جوه. هما بيغششوني معلومه، عايز اعرف هي صح ولا لا عشان ماليش دعوه. هم يغششوك؟ هو نفسه زيت الفتيس؟ لا للاسف دي معلومه. شفت بقى لا. هو الاي تي اف اللي هو الزيت الاحمر اللي احنا بنستخدمه، هما الاثنين زيت هيدروليك وبيستخدم في مصر بنفس، بس هو ده مختلف عن ده. الاوتوماتيك ترانسميشن فول اللي هو الاي تي اف فول بيستخدم للباور عادي، وهو الزيت الاحمر. يعني كنت تخش محطه بنزين تقول له ايه؟ عايز زيت احمر، وفي واحد يخش يقول له انا عايز زيت بتاع فتيس، او انا عايز زيت اي تي اف. التلاته بيستخدموا للفتيس وللباور ستيرنج، بس ده مش صحيح 100%. زيت الباور مختلف شويه في بعض الخصائص، ولكن الاثنين هيدروليك اويل فبيستخدموا عادي للباور. في مصر الناس كلها بتستخدمه يعني بلا تفكير، هو تمام كده وماشي كده، لكن هما الاثنين مختلفين. يعني لو اي حد فتح قرا لا ده زيت وده زيت تاني. طيب ينفع ازوده ولا ينفع لازم اغيره كله؟ ينفع، يعني ينفع لو انا لقيته ناقص شويه، حصل شويه تسريب مثلا، كان في حاجه مفكوكه عايز تتربط خرطوم، ينفع ازوده، بس طبعا يفضل لو هغيره. بس انا دايما بقول من فضلكم اللي يغير زيت يعني يبقى متاكد ان هو جودته كويسه وماركه كويسه، عشان كل ما بتجيبي حاجه جوده كويسه كل ما انت بتحافظي على كل الاجزاء الداخليه ما بين علبه دريكسيون وترمبه البار اللي هي بتضغط الزيت لغايه علبه الدريكسيون. طيب هل في مشكله لو مشيت والزيت نقل؟ احنا شايفين دلوقتي على الشاشه ده شكل ده شكل علبه الدريكسيون. انهي بقى؟ عشان انا كنت اعتقد شايف انت الدريكسيون اللي تحت خالص هي علبه الدريكسيون. انا كنت بقى شايفه اللي فوق بقى اللي هي ماسكه الدريكسيون ده. لا الحته بقى المكعببه دي اللي هي دي علبه الدريكسيون بالنسبه لي. قطمه علبه الدريكسيون، قطمه والدريكسيون طيب. فوق اللي احنا بنمسكه وبنحرك بيه العجله اللي تحت دي علبه الدريكسيون، ده العمود اللي واصل لعلبه الدريكسيون، واللي تحت خالص هي دي علبه الدريكسيون. يعني دي علب دريكسيون كذا شكل، دول كهرباء وميكانيكال، اللي بيبقى فيها بوكس كده كبير بيبقى فيه ترمبات، فيها علب دريكسيون فيها ترمبات كهرباء بتضغط الزيت على طول. وفي علب دريكسيون شكلها مختلف، في بعض العربيات بيبقى بوكس مربع كده او ضخم. دي ستيرنج راك، دي اسمها ستيرنج راك. لا دي هنا دي علب دريكسيون الميكانيكال خالص. لو بصيتي فوق كده في خرطومين جايين لغايه علبه الدريكسيون او ماسورتين، وفوق في ترومبه. الترومبه دي هي ترومبه الباور، الترومبه اللي بتضغط الزيت لغايه علبه الدريكسيون. دي بتلف عن طريق سير، الموتور بيلف فبيلف ترومبه الباور، تروح ضغطه الزيت لعلبه الدريكسيون ويخرج يرجع تاني للصندوق اللي بنزود فيه الزيت ويرجع يتسحب تاني. دايره مغلقه ما ينفعش يبقى فيها اي تسريب، اي تسريب هيخرج الزيت وعلبه الدريكسيون هتبقى من غير زيت وهالدريكسيون هيتقل وبعد كده هيتحرق. ايوه ده سؤالي بقى، اعرف ازاي؟ هل بلاقي ان الدريكسيون تقل لو غيرته الدريكسيون يخف؟ يعني اعرف ازاي؟ بصي لو الزيت لما بيبقى جديد بيخلي الدريكسيون بيخف بنسبه، بس مش هنقدر نقول ايه، ما الزيت بيقدم الدريكسيون بيتقل خالص، مش هقدر احرك يمين وشمال، وما بيبقى جديد بيبقى ميه. لا لا مش الدرجه دي، بيفرق بنسبه. ان الزيت لما بيبقى جديد بتبقى لزوجته كويسه وبيبقى اداؤه كويس، فبيخلي الدريكسيون اخف شويه، وبنحافظ على البلوف والاويل سيلات والاجزاء الداخليه سواء في الترومب او في علبه الدريكسيون. احس بيه انا كواحده سايقه ولا هتحسي بيه؟ هتحسي بيه، لان احيانا بيقولوا اما يبقى الدريكسيون تقيل غير زيت الباور، لما يبقى لونه غامق هنغير زيت الباور. هو لونه احمر فاتح ما ينفعش ان هو يبقى لونه مسود، معنى ان هو مسود معناها ان في رايش او في تاكل، لان علبه الدريكسيون جواها اجزاء معدنيه، فما بتستخدمها يمين وشمال ويمين وشمال بتتاكل مع الوقت، بيحصل فيها تاكل، التاكل ده بيروح للزيت، فلازم يحصل تنظيف للزيت كل فتره عشان نضمن في الاخر جوده الاجزاء الداخليه دي، وتبقى يعني تعيش مده اطول، يعني نحافظ عليها ونعيشها مده. في ناس كتير ما بتغيرش زيت باور خالص بالعشر سنين او خمس سنين. في هو دريكسيون بيلف يمين وشمال، انا تمام انا ما عنديش مشكله. اول ما يتقل العربيه بتقول بيب بيب زي الفل، اول ما يعمل صوت لا في مشكله. لا لا هو مش كده، يعني لازم يبقى في متابعه ليه، طبعا متابعه لمستواه ان هو مستواه ما يقلش، ولكن متابعه ان احنا هنغيره من وقت للتاني بنفس النوع بنفس الجوده، ونبقى متاكدين دايما ان الدريكسيون حالته كويسة مفيش أصوات، لأن هي الحاجات دي اللي بتخلينا نعرف إن أنا عندي مشكلة في الدريكسيون. يعني أعرف من كده، دي الحالة الوحيدة اللي أعرف منها. تخبيط معناها علبة الدريكسيون فيها مشكلة،
صوت ونة ممكن يبقى ترومبة الباور فيها مشكلة والزيت ناقص. يعني أنا مرة ما تدينيش مصطلحات مش هفهم يعني ونة. ونة صوت خشن خشن. أيوة هي بس خلاص دي طيب قولي سهل الموضوع. يعني هو ما بيحصل خشانة بتسمعي صوت غير طبيعي لأن هو زيت ملين الأجزاء الداخلية سواء زيت موتور يلين أجزاء داخلية الموتور أو زيت الفتيس بيلين أجزاء الداخلية. ونة وزنة ما هو زنة يعني أنت قلتي وي هي بالظبط. طيب انت قلت لنا كده حاجات كتير عن الزيت. الكاوتش بقى فيه كاوتش في كاوتش علبه دريكسيون هو. أيوة. دي من الحاجات المهمه جدا الناس لازم تنتبه لها ان علبه دريكسيون طول ما هي بتتحرك يمين وشمال بيبقى فيها كاوتشتين. الكاوتشتين دول بيبقى كاوتش اسمها كاوتش سوستا. سوستا ليه؟ لان هي بتقفل وبتفرد. دي ما بتلف في الدريكسيون شمال كاوتشه اللي في الشمال بتتفرد والكاوتشه اللي في اليمين واحدة بتقفل والعكس. فالكاوتشه دي من الحركه دي في القفل والفتح في القفل والفتح بتتقطع. ما بتتقطع بتدخل جوه اتربه بتدخل جوه اي حاجه. والمفروض الاماكن الداخليه اللي معزوله بكاوتش ما يخشلاش اي رواسب او اتربه لان هي بتعمل خشونه. ومجرد ان هي بتعمل خشونه بتبوظ الاكسات بتاعه علبه الدريكسيون. فده مهم قوي ان احنا ننتبه لها. كاوتشة علبة دريكسيون وزيه بالظبط كاوتشة الكوبلن لو اتقطعوا الاثنين بيبقوا بداية طريق تلف الجزء ده. فلازم ننتبه جدا. في ناس بتتجاهل خالص فكرة كاوتشة علبة دريكسيون مقطوعه ايه يعني. لا شوية طينة دخلوا لها شوية تراب دخلوا لها مشينا في شوية مية وبعدها تراب خلاص بتنتهي علبة الدريكسيون بسبب ان انا اهملت في كاوتشة تمنها كلام فاضي يعني فوضي. بالنسبة ليها معاد معين اغيرها فيه ولا حسب المقصود. هو هي دايما محتاجة. انا دايما بنصح كل واحد كل فترة يروح محطة البنزين وينزل يبص بعينيه حتى هو لو مش لو فاهم مش هنفهم. لا لا لو جيتي بصيتي على علبه الدريكسيون ولقيتي كاوتشه مقطوعه كاوتشه مش مقطوعه هتعرفي ان في فرق. طب اخر حاجه بس عشان احنا فاضل دقيقه واحده لما اخد الكسره. ايوه بيقولوا ان دي بتبوظ علبه الدريكسيون. انا ما بفضلش الكسره للاخر يعني دايما بنقول اللي يكسر مش لازم يسمع صوت الخبطه بتاعه علبه. أيوة دي انا لازم تك. ايوه لازم اجيبها تك تك دي بتطك جوه قلبي يعني ما فيش الخبطه دي يعني المفروض قبل الاخر المفروض اللي بيلف الدريكسيون يبقى مش بيتخانق معايا. انا بلف وحسيت ان الدريكسيون وصل لقبل الاخر خلاص انا بمسك ايدي كده وارجع الف العكس مش لازم دب دب دي بتبوظ كمان علبة الدريكسيون. دي مش حاجة كويسة انك انت بتعصري كل حاجة للآخر. نصايح عامة بشكل سريع. مطبات بالراحة هنراجع الزيت. نقدر نغير الزيت عادي بس لو الزيت غامق محتاج ان هو يتغير. لو في صوت عالي في الباور نقدر ان احنا نراجع زيت الباور لان طول ما احنا بنعمل صيانة مظبوطة وبنراجع الزيت ويتغير كل سنة ولا سنتين حتى مش كل 10 سنين احنا بنحافظ على عدد كيلو مترات معين. لا لا خالص خالص مفيش حاجه اسمها مفتوح لكن هو تغير اللون. تغير اللون او تغير الاداء او تغير الصوت. لون اداء صوت احمر غامق صوت عالي او دريكسيون تقيل. الثلاثه دول يستوجبوا ان انا اشوف زيت الباور عشان احافظ على الدريكسيون وترمبه الباور. صعب علينا المهمه جدا. لا لا سهله. لا بس بتفيدنا بالتاكيد. كل الشكر طبعا معتز يزمنا طبعا معتز كل هذه المعلومات. شكرا لوجودك معنا معتز دايما. خلصت حلقتنا. بكرة إن شاء الله حلقة جديدة 8 الصبح. ابدأ يومك صح. باي باي.